خدمه. شاي completely at certain point.
من شاطر يقول لي عند هذه النقط هل في مسافة؟ ولا الانترستيلر سبيس ات ذيس بوينتس هتبقى زيرو؟ يبقى النوع ده ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى عمله؟ عشان يمنع اي حاجه تعدي ما بين السيلز. الشاطر يفكر معايا النوع ده مش جنكشن، انا مش عايزه حاجه تعدي، يبقى في الايبكس ولا في البيز اوف ذا سيل؟ طبعا في الايبكس، ما هو لو في البيز يبقى الحاجه عدت. ربنا عملها فين؟ فوق خالص عشان مفيش حاجه تعدي ما بين التو سيلز. وينفع، ما اعرفش دكتور حد فاكر ستومك لاين بايه؟ انهي نوع من الفيتيريا؟ ده جي اي تي سيمبل كولاب. سيمبل ايه؟ حد فاكر السيلز الطويله عامل في العمود دي؟ بيبقى وان ليج يعني بس هما بيبقوا كذا صف ورا بعض كده مش فوق بعض، متركبين جنب بعض. طب يا دكتور يعني السيل دي جنبها سيل واحده منها بس او شمالها بس ولا في دايما يدور في سيلز حواليها؟ ينفع النوع ده من الجنكشن يا بنت دي ودي بس، ولا لازم مع كل اللي حواليها قدامها وراها وجنبها من جميع النواحي؟ فيسموا النوع ده من الجنكشن زونيولا اوكلودنس. عايز حد شاطر في اللغه الانجليزيه يقول يعني ايه زون؟ منطقة، يعني المنطقة دي متبرشامة، المنطقة دي مقفولة مفيش حاجة تعدي. مش ما بين السن دي والسن دي بس، ما بين السن دي وكل اللي حواليها دايما يدور. حد شاطر يقول لي اللي أنا قلته ده دلوقتي؟ أول نوع من الجنكشنز اسمه هاي جنكشن أو كونكلودنج جنكشن أو إمبرميبل جنكشن. وهو في نوعين، النوع اللي انا مركزه عليه قوي اسمه زونيولا اوبنز. مين فكرني يعني ايه زونيولا؟ منطقه. اغششك كلمه تقولها لما تشوف جمله كده، لما تشوف كلمه زونيولا تتكتب من غير ما تفكر. طالما انا قلت زون يعني ايه؟ يبقى النوع ده ما بين يمين وشمال بس ولا مع كل السيلز اللي حواليه؟ يقول لك النوع ده مش جنكشن يحيط بالسيل زي ما كنا حاسمها. Like a belt. مين شاطر في البلد يقول يعني ايه belt؟ زي الحزام، يبقى مع كل السيلز اللي حواليه. حد شاطر بقى يشرح لي زونيولا اوكلودنس؟ ايه الجمله اللي بتبتدي بيها اشتغل؟ ده مع بعض. ده انا عايزه هدير. يعني تروب. Adjacent cell membranes fuse completely at certain point. At these points المسافة تبقى زيرو. طب يا جماعة النوع ده ما بين دي ودي بس؟ طب وهيبقى فين؟ في الابكس ولا في البيز؟ يبقى it's not mean the apex of the cell like a belt. ايه وظيفته؟ To prevent passage of any substance between the cells. زي انا لو فين مثلا؟ في الستومك مثلا. طيب حد شاطر بقى يقول لي في نوع تاني اسمه فاشيا اوبلنس. اسمه ايه ده؟ فاشيا. يعني ايه؟ يعني حته كده مش محزنه غير ما يموت. يعني عارفين اي بلاد فيسل؟ تيجي نقول بلاد كابيلاريز. حد فاكر الكابيلاري كان لاين بانهي نوع من الابيثيليوم؟ حد فاكر سيمبل يبقى كان لاير؟ والسيلز لما تبقى بلاك مفضحه زي القشره الاسمه سيمبل سكويرز. طب انتوا عارفين المفاجاه بقى هتاخدوها في الترم الثاني ان شاء الله لما ناخد الباسكت. حد شايف دي؟ عارف ايه الكافيلر عباره عن ايه؟ دكتور يعني حركه تقوم تبوسه من هنا ومن هنا تبقى تديني ظهرك وانت بتبوسه خليك معاك بتعرف ينفع. ادي البلاد كافيلر اهو. بص حد فاكر اندوثيليال سيل فلات سيل اهي؟ بص حصل ايه؟ حصل لها رولينج دكتور، لفت على بعضها كده وقفلت وبقت دي كابيلر. دي ما هو الكابيلر؟ اندوثيليال سيل لفت عملت سيرك كده وقفلت. وتيجي بقى نوع من الجنكشن دباس. انا
هنا الجونشن. طيب بس ده بقى احوال قضايا المجنون ولا دي حاجه اسمها فاشيا اوكودنس؟ فاشيا عكس ايه؟ زاير يعني مش محاولتها دايما دي مع السن اللي جنبها من هنا ومن هنا ومن هنا. حد شاطر بقى يقول في كم نوع من التايت جونكشن؟ بسرعه قول لي بقى. في زونيلا ايه؟ وده قلت زونيلا يبقى ايه؟ السرام ده سيل لاي ابيت. طب وانا عايزه اللي يقفل المسافه دي يبقى في الايبكس ولا في البيس؟ يبقى لازم تقولي السرام مين؟ الايبكس او ده سيل لاي ابيت. ده في الاخر تقولها لي كده. طيب يا جماعه تايت يبقى في مسافه؟ لا. ويبقى المسافه ايه؟ زيرو. مين يقولوا لي بسرعه بقى؟ ده تو اجيشن سيل فري فيوز كومبليتلي ات سيرتن بوينت. ات ذيس بوينتس الديستنس هتبقى زيرو. طب يا جماعه اتس اراوند مين؟ ذا ايبكس اوف ذا سيل لاين ابل. ايه سايد الجنكشن؟ هو بيربط الخلايا ولا بريفنت باسج اوف اني سبستنس بتوين ذا سيلز؟ ده اسمه ايه بقى؟ زونيولا. في نوع تاني من تاي جونكشن؟ اه بس بيبقى باتشي يعني حاجات كده ايه؟ متفرقه ما هياش محسماها يعني. زي لاين مين؟ زي ما بين ايه؟ ما بين الاندوثيليال سيلز اوف ذا كابيلز. تعالى بقى نبتدي نتكلم على نوع تاني من الجونكشن. انا يمكن عارفه انه مش مكتوب تاني واحد عندك بس احب اقول الاول اسمه جاب جونكشن. سمعتوا عليه في الفسيولوجي؟ هنقوله بسرعه كده ونفهم قصته كويس. على فكره الاسم علميا غلط. اللي يسمع جاب يعني بالعربي يعني فجوه. اللي يسمع بقى جاب جونكشن يفتكر ان فيه مسافه واسعه ما بين السيلز. ابدا المسافه فيري نار جاب. مين يفكرني بالجمله اللي بقولها في اي جونكشن؟ تو ادجيسنت سيل ميمبرينز. اه سيباريتد باي فيري نارو جاب. تحفظ صم الجلد قد ايه؟ 2 نانومتر. خليك فاكرها معايا كام؟ 2 نانومتر. سيب المسافه ليه؟ ضيقه جدا. يا جماعه حد فاكر السيل ميمبرين كان تخانته كام؟ 7 ونص ل 10 ده كام؟ 2 نانومتر. ده ارفع من السيل ايه؟ ميمبرين. طيب بص يا دكتور لكن كونكتد بنارو تشانلز. يمكن انتوا خدتوا في الفسيولوجي ان كونكت بنارو ايه؟ تشانلز. ايه اللي بيعدي في التشانلز؟ يا اما ايونز يا اما امبلسز. امبلسز دكتور ثانيه واحده. طب التشانل دي تركيبها ايه؟ ده اللي احنا عايزين نفهمه لك في الاصدار. سيب بقى اللي في ايدك وافهم دي معايا. مين يفكرني السيل ميمبرين؟ مش كان في انتجرال بروتينز؟ حد فاكر انتجرال بروتينز دي كان فيها مقاسين؟ انا يهمني النقش دلوقتي. بص يا دكتور كل ستة بصي كل ستة بروتين موليكيولز من انتجرال بروتين موليكيولز دول يجمعوا يعملوا اسطوانة كده. حد شايف دي؟ لو دي سيل يمين ودي سيل ايه؟ طيب في السيل اليمين اهو ستة. بصي ستة انتجرال بروتينز عملوا ايه؟ وصل. الوصلة او الشانل دي اسمها كونكسون. اسمها ايه؟ جامد كونكت. حلو كده؟ دكتور في السيل الثانية حصلت نفس الاستوارة دي ولا لا؟ كونكسون مع كونكسون يلحقوا مع بعض يعملوا انبوبة واحدة اسمها نكسس. ما هي دي التشانلز اللي بنقول عليها. يبقى لو انت فهمت التشانلز عباره عن ايه؟ انتجرال بروتين موليكيولز كل ست قطع يعملوا لي ايه؟ كونكسون. ده في السيل اليمين وكونكسون قصادها في السيل ايه؟ لا هم مع بعض بس هم التشانلز دي اللي بقول لك اسمها نكسس. طيب حد فاكر الكروموزوم؟ عبارة عن اتنين ايه؟ كروماتيدز ممسوكين على فاكر لما قلت لك يعني ايه مير؟ يعني قطعة أو بيس. لما أقول سنترومير بتعلق في النص. تعالى بقى يبقى كلمة مير يعني ايه؟ بيس أو قطعة. دكتور فاكر
Central Kuchimoki. We samoa hexameric connect. Hex يعني ستة ومير يعني قطع. يعني كأنها مكونة من ست قطع من integral Kuchimoki cubes. صعبة دي؟ طيب دي مع دي اسمهم ايه؟ نكسس. طب الاسطوارة دي الشانل دي بتسمح بانتقال ايه لايه؟ أو ايه لايه؟ ايه؟ أو ايه؟ It passes from one cell to the other. حد من ولادي شاطر يقول لي ما أنواع المسلز؟ طبعا دي كانت المسل سموث مسل كارديو مسل. هي في أي مسل ما عدا سكيلتون. استنى هي سكيلتون محتاجة أنا بيه توصل لي الإمبلس ولا أنا كل مسل فايبر جاي لها نيرف فايبر؟ يبقى أنا مش محتاجة حد يوصل لي. إنما سموث مسل. بص بص حد شايف الحتة اللي معرفش شايفينها اللي هنا دي؟ يبقى شكلها سبندل شيب كده. ملاحظين هنا في ايه؟ انهي نوع من الجنكشن؟ اسمه جاب جنكشن. توصل امبلس من السيلتين اللي بعدها. طيب كارديك ماسل. حد شايف البوكس اليمين والبوكس ايه؟ ايه دي بقى؟ دي النكس اللي هي الواسطه اللي بتوصل من سيل لاخر اللي مين يعدي فيها؟ عايزه الامبلس الكارديك امبلس تعدي من السيل اللي جنبها عن طريق اند جنكشن. جاب جنكشن. يبقى مين يقول لي جاب جنكشن تاني بقى؟ جاتو وهذه زي ما انت فاهمها جاتو ادجيسنت سيل ميمبرينز. اه بس الفريق ده عكس اسمه. فيري نارو جاب كام؟ تو نارو جاب. نوت كونكتد باي نارو شانلز. طب الشانل دي عباره عن ايه؟ كل سيل كام وحده بروتين؟ سته. يعملوا لي كونكس. ده عباره عن هيكساميريك ستراكشر. يعني ايه هيكساميريك ستراكشر؟ مكون من 6 بروتين مولكيولز. حد شاطر يقول لي الناحيه الثانيه في كونكسون ثاني ولا لا؟ كونكسون مع كونكسون يلحقوا يعملوا نكسس. ده اللي بيعدي فيه يا ايه يا ايه؟ الو باسج. اه ايلز او امبلس. اديني مثالين. انهي مصر؟ اي حاجه معنى ايه؟ يا كارديا يا سم. طيب نعم نعم لا كده اتجاهين او اتجاه واحد يتبع مكان المصر. انا مش دي خالص قصتي، قصتي انه بيسمع بانتقال يا ايلز يا امبلس. ما تعصبنيش. ادهيرانس جنكشن. مين شاطر من ولادي؟ مين شاطر من ولادي؟ يقول لي يعني ايه ادهيجن؟ ادهيجن معناها التصاق مش كده؟ يعني نوع من الروابط اللي فيه هو يمكن عندكم مكتوب قبل الجاب. دكتور مين يفكرني في الجاب المسافه بين الاساس كان كام؟ وقلنا انها فيري ايه؟ نعم؟ بص بقى في الادهيرنس جنكشن بقول ده تو تاتو ادجيسن سيل ممبرين. بص على رسمتي دي ار سيبريتد ده فيري نو ولا واي جاب؟ اثنين اضربهم في 10 20 نانو متر يعني 10 مرات قد التعميم. يبقى دكتور قولها لي تاني بقى. تاتو ادجيسن سيل ممبرين ار سيبريتد باي واي انتر سيلولار سبيس 20 نانو متر. ثانية واحدة ممكن أسألكوا سؤال؟ لو في سيل دي سيل لمين ودي سيل ايه؟ طيب هل السيتوبلازم المعلومات حاجة صلبة؟ ولا فيري فيري سوفت؟ طيب يبقى الخليتين دول لو حطاهم جنب بعض عندهم التندنس انهم ايه؟ ينفصلوا يقعوا لان السيتوبلازم قلنا فيري ايه؟ صفر. طب ايه رايك لو خليت السيل دي والسيل دي حطيت لهم دعامه عارفين حط لهم كرتونه حاجه تسندهم من هنا ومن هنا؟ لو حطيت دعامه من هنا ودعامه من هنا تديها ايه؟ صلاه. مع ماده لازقه في النص
ادهيزف ماتيريال في النص. مسك التوتو سيلز، يبقى النقط عشان يربط ايه؟ السيلز في بعض. اسمه ادهيرانس جونسون. اسمه ايه تاني؟ طب استنى ايه اللي يعمل دعامه من هنا ومن هنا؟ حد فاكر في السيتولوجي كان في حاجه اسمها سيتوسكيلتون؟ كان في نوع من الخيوط الرفيعه اكتين فلبس. ايه رايك لو حصل تكدس لمين من هنا؟ اكتين من هنا واكتين من هنا، يحصل ايه؟ بتعامل معاه بكتوله كده، وقفت الدنيا كده، وماده ايه؟ أنا عايزة حد بقى مدقدق شاطر وليه جايزة لو عرف يرد عليها، يقول لي المادة اللزقة دي تيجي منين؟ خلي بالك دي جوه السل ولا من بره؟ خلي بالك ادي السل يمين وسل شمال، أنا عايزة فين المادة اللزقة؟ جوه السل ولا من بره؟ أيوة حد قالك صح كده؟ اسمك؟ أحمد سمير. احمد سمير. حد قال مروان؟ ابو اسمك ايه؟ ايه؟ شيرين. وانتي 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 يخرب بيت الازعاج، بيت الازعاج. حبايبي ولادي وبناتي، ايه؟ احمد وشيرين. اسمك يا حبيبه قلب؟ اولى اولى. قالوا لي سال كوت. مين من ولادي شاطر؟ طب انت اسمك ايه؟ ايه؟ قولي لي بقى تركيب السيلكوت. لا هي شاطرة. آلية برضه جلايكوي وجلايكوي. استنى جلايكوليبيد وجلايكوبروتين. يعني سكر والسكر زي ده فاكرينها؟ يبقى ده المادة الايه؟ المفروض يعني بيحصل او لا قليل كتير في الاخر بايه؟
Mr. Ham, bitte step in E. Mag je was? Fisch op hoor. Bitte step in E. Lieve, hoe lief het dan E? Tina, als je het is hier, hè? Ja. Kijk, hoe hij wel is, hekken. Daar zijn E, de Chile. طب ليه جلدك ما بيتقشرش ويقع؟ ولا سيلز؟ حد فاكر انهي نوع من الابيثيليا اللي في جلدنا؟ لا ما ينفعش يبقى سيمبل، لازم يبقى ايه؟ ستراتيفايد. انهي نوع من ستراتيفايد هو كان اعلى نوع؟ ستراتيفايد وين؟ كيراتينايز ولا نان؟ طبعا كيرا يعني طبقه خلايا ميته قد كده واللي بيقع على الاستحمام كل دول ولا طبقتين ثلاثة بالكتير وبعدين مين ينقسم تحت ويعوضهم ليه؟ فاكرين البيزل سيلز اللي تحت؟ طيب كل خلايا الجلد ستراتيفاي سكويمس دول ممسوكين مع بعض بمين؟ بديسموزوم لان ده سترونجست تايب اوف جنكشن وبيقاوم الفريكشن فريكشن يعني الاحتكاك اكتب الليفه عشان بس تبقى فاهم زي كده طيب تيجي نشوف النوع ده ايه قصته؟ دكاترة كله يسيب اللي في ايده مين يفكرني الجملة اللي بحب اقولها دايما؟ The two adjacent cell membranes are separated by narrow ولا وايد ولا very wide؟ very wide دخل المسافة دي 30 نانومتر معلش ممكن اقول لك اسم الجنج دي اسئلة ام سي كيو في نص السنة اسم الجنكشن والمسافه كام؟ طيب زيرو طيب كام؟ اثنين ادرس 20 ديزموزوم 30 مش هقول واي بقى فيري واي سبيس برضه فيلد وذ ايه؟ ادريزنت سيل كود عشان كده سميناه ادرس بس سميته صميلا ولا ماكيولا؟ بما انه مش محوطه دايما دكتور بقى في الماكيولا يفرق حاجتين، أولا طبعا في كرتونة من هنا ومن هنا، بس ينفع أي نوع من السمك يفضل ماسك نفسه على طول فور ايفر ولا بعد شوية ممكن يفك، فعشان كده أنا عايزة أقوى نوع من الرهوب اللي معرض للإيه؟ للفريكشن، فما ينفعش أعتمد على مين بس؟ على الكرتونة بس ولا السمك بس، ممكن تسيب اللي في إيدك. دكتور دي مين؟ ده ايه؟ انا عارفه الموبايل يعني يمثل مين؟ يمثل مين يا غالي؟ لو دي سن مين؟ طبعا زيها اختها السن الشمال الناحيه التانيه. دي سن مين؟ اها كده ناحيه مين؟ السايتوبلازم فاكر الكرتونه؟ تكدس من مين؟ بس انت ملاحظ تكدس هنا جامد قوي لدرجه عامل لي دخانه سودة قوي كده؟ حد شايف هنا؟ يبقى السيتوبلازميك سايت من هنا ومن هنا فيري ثيكند ولا لا؟ الحته اللي غامقه السودة دي اسمها اتاتشمنت بليتس. قول تاني؟ اكيد بليت يعني طبقه حاجه ماسكه فيها مش اتاتش يعني تقول مصر اتاتش ليه؟ مصر بتبقى اتاتش ليه؟ فانا في حاجه اتاتش ليها عشان كده سميناها اتاتش في البيت. بص يا دكتور مين ده؟ ممكن بس اخليها كده عشان تبقى اسهل على ايدي. مين دي؟ سيل ممبرين. مين ده؟ تكدس من عمل الدعامه صح؟ طب الدعامه دي مش ممكن تقع؟ طب ايه رايك لو ثبتها بمسامير؟ او جبت ابره وفتة وخدت غرز ثبتها؟ طيب عارف الغرز دي؟ نوع من خيوط برضه بس انترميديت فرد. مين يفكرني يعني ايه انترميديت؟ يعني لا رفيعه زي الاكتين ولا تخينه زي الميوسين. بنسميها تونو فرد. نسميها ايه تاني؟ ما استنى تونو فرد. استنى استنى التونو فرد دي بتروح مغروزه فيها كده في الكرتونه ورده تاني. خدت غرزه ورجع تاني. يبقى التونو فيلمنتس هنا بص لي شايفها؟ غرزت ورد تاني او كانها مسامير مدقوقه يمين ومدقوقه شمال عشان اثبت مين في مين. الكرتونه في السيمبري يا ولاد التونو فيلامنت
attachment plates. مش ملاحظ انها واحدة. هير بين. عارفين بين يعني دبوس. هير يعني عارفين زي البلسة يعني. هير بين like structures. او هير بين like loops. loop يعني حاجة عامة. مين يحكي لي؟ انا لسه ما خلصتش، انا لسه في حاجه كمان تجمدها اكتر من كده. مين يحكي لي اللي قلته لغايه دلوقتي؟ تاتو ادجيسنت سنتيمتر اور سيباريتي بار بين وايت فين؟ الفيري وايت ده كام؟ 30 نانو متر. يا جماعه فيلد ويز ايه برضه؟ ادجيسنت سيركوت مدينه. طيب التو سايتوبلازميك سايتس حصل لهم ايه؟ forming attachment plates in which pin are inserted. Tonofillaments أو tonofillaments intermediate fillaments forming a loop-like structures. بتعمل زي حلقات كده أو hairpin-like structures. طب هسكت على كده. طيب عايزة بنوتة. بيزل موديفيكيشن. حد شايف المنظر ده؟
دكاترة، حد من ولادي شاطر يفكرني. الإبتسامة يا مهنا بتاع جلدنا إيه؟ سباتيفايد إيه؟ إيه؟ قاعد على مش قاعد على بيزمنت إيه؟ من بريد. طيب السيلز اللي تحت كان شكلها زي اللي في النص ده اللي فوق. طيب السيلز ايه سواء هنا تحت او فوق ممسوكين بايه؟ مشابك ديسموزو. طب يا جماعه طب مش في سيلز تحت؟ ركز معايا بقى قوي في اللي جاي. السيلز دي هو انا عشان اشوف ديسموزوما كامله محتاجه كام سيل جنب بعض؟ اتنين. طيب حد شايف السيل اللي تحت دي؟ طيب هل تحتها سيل ثانيه ولا تحتها هنا في كونكتيف تيشو؟ خلي بالك الكونكتيف تيشو فيها خلايا بس حجمها ايه؟ يعني مفيش واحده كبيره زي الابيثيليوم تقصصها. يبقى هلاقي المسابيك تتاخد من هنا بس، يبقى تاخد شكل ديزموزوما كامله ولا نص ديزموزوما؟ يسموها هامي ديزموزوما. حد شاطر بمعنى اصح فاهم يقول لي الهامي ديزموزوم بلاقيها في كل الليرز ولا في البيزا اللير بس؟ طيب في كل السن. طب ما هو فوق في ديزموزوم كامله ولا في البيزا البارت بتاعها بس؟ يبقى لازم تقول لي بريزنت. اولا ما بشرحش فيها حاجه، بقول تساوي نص ديزموزوم تساوي هاف ديزموزوم. دكتور بريزنت في اي حته؟ تقول لي في البيزل بارت بتاع البيزل سيلز. لو انت فهمت تو فيكس مين في مين؟ الابيثيليا في الكونكتيف تيشو اللي تحت. اظن دي اسهل نوع من الروابط. فين؟ في اللاترال ولا في البيز؟ يبقى دي انهي نوع من الموديفيكيشن؟ يبقى اول نوع من البيزل موديفيكيشن سميتها ايه؟ سميتها قولها لي تاني. نص ديزموزوما هامي يا دكتور تساوي هاف ديزموزوم بريزنت في انهي جزء من انهي لير؟ في البيزل بار بتاع البيزل سيلز او البيزل لير تو فيكس الابيثيليا في الكونكتيف تيشو. نعم كذا حد رفع ايده كانها حاجه صعبه. حبيبتي حد فاكر؟ طب انا هكبر دي البيزو ده سيل اهو، ده البيز بتاع ايه؟ طيب حد فاكر مش كان في كرتونه بتبقى في الناحيه دي؟ في كرتونه هنا؟ ليه وانا هنا عندي كرتونه ولا عندي عندي خليه ولا عندي كونكتيف تيشو؟ طب يبقى هنا الكرتونه تبقى من ناحيه مين بس؟ من ناحيه الابيثيليال بس. طب والمسامير؟ اللي هتبدأ فيها عشان تثبتها مش من ناحيه الابيثيليوم بس برضه؟ فاكرين المنظر ده؟ يبقى دي واخده شكل ديزموزوما كامله ولا نص ديزموزوما؟ طب عشان تثبت مين سيل في سيل ولا سيل في كونكتيف تيشو؟ يبقى دي في انهي جزء من انهي لير؟ دي في البيزل لير في البيزل بار بتاعها لان الحتت الفوقانيه ممسوكين بديزموزومز كامله. طب ممكن معلش خليني اخش في الجزء الصعب وفي الاخر اساله زي ما انتوا عايزين. في حاجه اسمها البيزمنت ايه؟ هالكل السيلز يا دكتور مين فكرني في الجلد؟ ستاتيفاي سوبيماس كان كام لير؟ 35. في الجلد بيوصل لكام؟ ال 30 30 لير. طب يا حبايبي كلهم قاعدين على بيز ممبرين ولا البيزا سيلز بس؟ يبقى ده موديفيكيشن بس فين؟ ابيكال ولا لاترال ولا بيزا؟ يبقى البيزا الموديفيكيشن هنا هو البيزمنت ايه؟ ممبرين نفسه. الممبرين ده اللي اقصى حاجه قلتوها لك ساعات يبقى رفيع وساعات يبقى ايه؟ تخين. ومين يبقى واضح ومين نون كلير؟ مين بيبقى واضح؟ يبقى التخين بيبقى ايه؟ واضح. انما الرفيع بيبقى طب يا جماعه قلت لك قبل كده كل ما يدخل بيس ممبرين كل ما كان واضح. مين من ولادي يقول لي البيس ممبرين ده بيبان باللايت؟ ايوه بحث فاكر الصبغات بتاعت السيل ممبرين؟ يا ايه يا ايه؟
معلش ممكن اقول لك على حاجة عشان تفهمك فكرة مين؟ البيزر مين؟ هو انت فاكر البيزر برين عبارة عن السلم برين بس؟ لا استنى، البيزر برين ده الوقت في البلد كده بيربط ما بين مين ومين؟ الديتيريا والأندرلاين كونكتف تيشن. طيب مين يفكرني ادي الابيثيليال سيل عليها ايه من بره؟ عليها ايه من بره؟ عليها ايه من بره؟ السيل ممبرين، السيل ممبرين الغطاء الخارجي بتاع اسمه ايه؟ سيل كوت اللي هو جلايكو ليبيد وجلايكو بروتين، يعني سكر بالسكر. ده سكر ولا لا؟ طيب هنا تحت في كونكتف ايه؟ كونكتف تيشو. لما المحاضره من اول المحاضره الجايه الكونكتف تيشو بتقول لك ده في سيلز وفي فايبرز، اوكي؟ الفايبرز دي في خيوط كده بتبقى عامله شبكه كده معموله من بروتين اسمه كولاجين. طب يا دكاتره الخيوط دي تيجي تلزق فين؟ السكر اللي مين هيلزق فيه؟ خيوط الكولاجين عامله شبكه. يبقى السيل ممبرين او بمعنى صح السيل كوت من تحت مع الخيوط اللي لزقت فيه هو ده اسمه البيز ممبرين. مين شاطر يقول لي بيز ممبرين اجتماع مين مع مين؟ اساسا سيل كوت من ناحيه وخيوط كونكتف تيشو كولاجين فايبرز من ناحيه تانيه. الاثنين لما يمسكوا عارفين فكرة ايه؟ عشان تقربها لك شوية، عارفين مغنت مغناطيس وشد شوية مسامير؟ مين المغناطيس لو انت فاكر؟ سالكو. مين المسامير؟ خيوط الكولاجين فايبرز اللي تحت. يمسكوا بعض الاثنين اسمهم ايه؟ بيزمنت ممبرين. ساعات يبقى تخين فيبقى واضح، ساعات يبقى رفيع فيبقى نون تخين. حد بقى من ولادي يقول لي بيزمن مين ده؟ تحت كل انواع مين؟ بيفصل مين عن مين؟ الابيثيليا من الكونكتف. صبغات وهي صبغات السيمبرين يا اي جي يا اما مين يفكرني بي اي اس؟ على فكره دي الصبغه بتاعت الكاربو هيدريت. ما ساعتك قلت لي السيلفون ده جلايكو وجلايكو ده كاربو ايه؟ يعني اكتوالي هو اسمه سيلفو. دكتور لو سبقت بالاي جي بيدي لون ايه؟ براون. ولو سبقت بالبي اس بيدي لون احمر. كلير لو تخين زي الفين. في نوعين قلتهم لك في الابيثيليوم، في الابيثيليوم من محاضره قبل كده قلت لك واحد كلير ويبي بيز ممبرين والتاني نون كلير ونون ويبي. عايزه الامثله ستراتيفايز واي مسكن كلير ويبي زي في سكين والترانزيشنال كان نون اي نون اي. يبقى لما اقول ثيك زي في سكين ثين زي الترانزيشنال ابيثيل. او عارفين زي ايه كمان؟ عشان يبقى تشينج سريع البلاد كابيلز سيرفيس بيرز بتاع كابيلز. انا عايزه تبادل غذائي ايه؟ بسرعه. فلازم كل ما ارفع الجسم برين كل ما التبادل ده كان ايه؟ اسرع. طب مين يقول لي كلين زي فين تاني؟ لا مش معايا. زي سكين ونان كلين رفيع زي في الترانزيشنال او في الكابيلاريز. كل ده كلام تافه تقدر تقراه لوحدك. خد الشفا بقى كده عندك الاي ام بتاع الجسم برين. بيجي كتير قوي في الامتحانات يا ولاد اخر السبت نتكلم على البيز ممبرين كاحد البيزا الموديفيكيشن. وسؤال صعب وكتير من الطلبه مش فاهمه بيسين. تيجي بقى نفهمه مع بعض. سعادتك قلت لي البيز ممبرين ده جزئيه مكون من ايه وجزئيه من ايه؟ عايزه يا ولادي جزء منه طبعا الابيثيليوم ده السيل كوت الجزء الثاني خيوط الكونكتف تيشن. يبقى بص يا دكتور في بيزا لامينا. دكتور بيزا يعني قاعده، لامينا يعني طبقه.
dall'amila mi c'è il shabaka soda di c'è il fenna il reticolo all'amila di tabac connette di dish di badati connette di dish pompon طب استنى على فكره في الام سي كيو في بتاع المدير كتير قوي يقول لك ايه نوع الكولاجين اللي هنا الكولاجين ده انواع 1 و2 و3 و4 و5 و7 فانا انهي انواع دي هحفظها لك بطريقه سهله قوي خصوصا ان انتوا لسه ما خدتوش ايه ما تفتش طيب سيبي في ده واسمعني مين اللي فوق ده حد شايف الحته البيضه دي مع الحته المنقطه اللي تحتها الاثنين دول على بعض اسمهم بيزل لامينا اسمهم ايه تاني؟ يعني انت بتتابع مين؟ سيلفو؟ السيلفو اللي هو تركيبه ايه؟ مين جلايكوبروتين وشويه جلايكوليك دكتور الفاتح الشفاف ده اساسا السيلفو جلايكوبروتين حد شايف النقط دي؟ النقط دي كولاجين تايب 4 قول تاني؟ بروتين اسمه ايه؟ كولاجين بس اللي في صوره حبيبات ده اسمه تايب 4 خليك فاكر معايا انا هقول لك سؤال تريكي جدا ودايما الطلبه بنطق فيه في الام سي كيو هقوله تعالى كده معايا كل ده اسمه بيزل لامينا دكتور يبقى الطبقتين دول شبه بعض يعني لما اقول بيزل لامينا اعمل ايه؟ الاثنين مع بعض طيب مش في طبقه زي ما تكون شفافه وطبقه ثانيه كثيفه لامينا يعني ايه؟ طب اليوسي ده يعني شفاف واللي منقطه غامقه قوي دي اسمها لامينا دنسا دنسا يعني ايه؟ كثيفه غامقه دكتور سيل كوت او الجزء اللي تابع الابيثيليا او اللي اسمها بيزا لامينا اتقسمت كام لير؟ ايه وايه؟ كلير لير اسمها لامينا ايه؟ اليوسي ده واللي تحتها اسمها لامينا دنسا تيجي رشاشه كلمه الاثنين نفس التركيب جلايكوبروتين ومعاها كولاجين كانيولز رقم 4 تفتكر مين فيها كولاجين اكتر؟ ما هو اللي خلاها كثيفه ان فيها مليانه ايه؟ الكولاجين يبقى الطبقه الفوقيه الشفافه فيها اساسا جلايكوبروتين وكميه قليله قوي من كولاجين تايب فوق العكس في مين؟ لامينا دنسا فيها برضه جلايكو ايه؟ بروتين بس كميه كبيره من كولاجين تايب 4 انا كده غطيت مين؟ صدقوا ان انتوا فصلتوا مني؟ مكتوب في عيونكم كمين انا فصلت رجلين يلا يا حبيبي معايا لا معاها وانا هسيبك لما تقولها ولسه في نوع كمان بعدها وخلاص لا 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 خلي بالك دي اخر مره ليا في المحاضرات الرسميه فخليكم لطاف ما حدش غلط عليا خليك معايا مين يفكرني من بلدي؟ انا قلت بيز من تمرين كان جزء جزء تبع مين؟ البيثيليوم ده السيل كوت ده اسمه بيزا لامينا اسمه ايه تاني؟ وجزء تابع للكونكتيف تيشو عامل شبكه سميتها ريتيكولار لامينا مين يقول لي بيزا لامينا لما كبرناها؟ دكتور طلعت كام لير؟ لامينا اليوسي ده ولامينا دنس الاثنين عباره عن نفس التركيب جلايكوبروتين ومعانا كولاجين كانيولز اللي هو كولاجين تايب 4 حلو قوي دكتور خليك معايا ركز ركز طيب بص يا دكتور مين اللي فيها كولاجين قليل؟ لامينا اليوسي اللي هنا خلاها دنس ايه؟ ان الكولاجين ده حلو قوي تعال نشوف الريتيكولار لامينا اللي هي تابعه لمين؟ للكونكتيف تيشو اللي تحت الريتيكولار لامينا فيها خيوط سودا وخيوط حمراء خيوط السودا دي كولاجين تايب 3 اللي احيانا نطلق عليها ريتيكولار فايبر مين يقول لي سميها ريتيكولار ليه؟ متداخله مع بعض عامله شبك طب هم متعلقين في الهواء ولا في خيوط تانيه معلقاها؟ اللي هي لونها ايه في الرسم؟ احمر الخيوط الحمراء بصوا عاملين زي البوك عارفين بوكس كده خطاطيف كده معلقاها بيسموها انكورينج فايبرز اسمها ايه تاني؟ عارف الانكورينج فايبرز ده؟ كولاجين تايب 7 مين شاطر في المات؟ يقول لي 4 زائد 3 مش كان في تايب 4
في الفيزا اللغنة ثم تعيد العائد الشبكة مين ماسك ده؟ أربعة وثلاثة يبقوا سبعة. هقول لك على السؤال التريكي، يقول لك what are the types of collagen in the basement membrane؟ أربعة وثلاثة وسبعة، مين سبعة؟ اللي لونه إيه؟ أحمر، اللي بنسميها uncorrelated fibers. طيب لو قال بص السؤال الخبيث ده، اختار من اللي جاي نوع الكولاجين، بصي لي يا دكتورة، اللي في البيزا اللامينة. أربعة وتسعة. بيزا اللامينة يعني إيه؟ اللي تبع الإبيثيليوم، اللي فيها السيل كوت ومعاها كولاجين تايب 4. يبقى ركز بقى، بيقول لك في البيزا البيزا برينو على بعضه ولا في البيزا اللامينة بس؟ في البيزا اللامينة على بس. اللي هي دي. اللي هي فيها لامينة إيه ولامينة إيه؟ ليوسيدا وتنسى. طيب يا دكتور مين شاطر يقول لي ما وظائف البيز ميمبرين؟ وهل تؤلفه؟ في سبورت مين؟ الإبيثيليا. وفيكس مين في مين؟ الإبيثيليا وكونكتيف تيشو. ثم مش في أماكن يسمح بمرور حاجات ولا لأ؟ سيلكتيف ميمبرين زي في الجبني اللي ينزل في البول واللي ما ينزلش، يبقى سيلكتيف ميمبرين أكت أز أسيف. سيف يعني مصفى. دكاترة زي في الكيني وفي اللانج كفرز. حد شاطر بقى يقول لي آخر حاجة ونخلص بيها محاضرتنا، حاجة اسمها بيزل انفولدنجز. فولد يعني ايه؟ تاني لما اقول انفولدنجز يعني تنايات لجوه. حد شايف الرسمة الكبيرة دي؟ حد شايفها؟ عارفين يا جماعة أنابيب الكلى كدني إيه؟ بيحصل فيها أبزوربشن ولا ري أبزوربشن؟ طب يا جماعة مين كان بيزود السيرفس أريا فور أبزوربشن؟ مين خد باله لو هنا اليورين وأنا عايز لا أنا عايز أعمل أبزوربشن لأيونز منين؟ انزل في اليورين، عايزه الحقها زي الصوديوم مثلا، اروح سحبها منين؟ اعملها ليه؟ مين بيزود السيرفس اريا؟ ما تقدريش تعمليها ايه؟ طيب انا كده دخلت الايونز منين لفين؟ من اليومن لجوه السيل. طب وانا عايزاها جوه السيل ولا عايزه ارميها تاني في البلاد؟ طيب مين يزود؟ بص يا دكتور البلاد دايما تحت، شايف كده انا قلبه كده بتلزق دكاتره، البلاد تحت هنا صح كده؟ طب مين يزود السيرفس اريا للكونتاكت مع البلازما؟ مايكروفيلاي. شايف؟ حاجه شبه المايكروفيلاي بس داخله جوه السيل، اسميها بيزل ايه؟ انفولدنجز، يعني تنايات داخله جوه الخليه في قاعدتها. حد شاطر يقول لي دي بتزود السيرفس اريا ولا لا؟ طب وانا الاين سي عايز اعمل لها اكتف ترانسبورت. مين من ولادي شاطر يقول يعني ايه اكتف؟ نيدز انرجي. طب والانرجي بتيجي منين؟ والاتش بي ده فين؟ الميتوكوندريا. خدت بالك ان قاعده السيل كده اتقسمت لحجرات ولا لا؟ كل حجره مليانه ايه؟ عشان تعمل اكتف ترانسبورت الايونز وترجعها للبلاد تاني. مين يقول لي كده لو انت فهمت؟ بيزل انفولدنجز بلاقيها في اي خلايا ولا في الايرون ترانسبورتنج سيل؟ زي في انابيب ايه؟ كيدني تيوبيولز. البيزل انفولدنجز قسمت قاعده الخليه الى كومبارتمنتس ولا لا؟ الكومبارتمنتس دي كونتين ايه؟ طب الميتوكوندريا دي مدوره ولا فيلامنتس عامله خيوط كده؟